أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي رفقة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر السيد لي جيان على إمضاء وتسليم محضر تنصيب شركة إنجاز مشروع قصر الثقافة والترفيه ببراقي، وذلك بحضور الوالي المنتدب لمقاطعة براقي وكذا أعضاء المجلس الشعبي البلدي مع وفد الشركة الصينية. هذا وفي كلمة ألقتها وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة أكدت من خلالها أن هذه الهبة من جمهورية الصين الشعبية تبرز العلاقات المخلصة بين البلدين ومثال لتقوية العلاقات الثنائية في المجال الثقافي بين الجزائر والصين. متابعة في هذه التغطية لسارة أجعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أشرف اليوم رفقة سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية على إمضاء وتسليم محضر تنصيب شركة إنجاز مشروع قصر الثقافة والترفيه ببراقي. وها هو اليوم مشروع قصر الثقافة والترفيه الذي تقدمت به جمهورية الصين الشعبية كثاني هبة للجزائر بعد دار الأوبرا، تعبير آخر عن عمق ومتانة هذه العلاقات المتميزة والصداقة المخلصة التي تربط بين الشعبين والقيادتين، وهو مثال حي. إذن متابعينا الكرام، كما شاهدتم مجددا في هذه الفضيحة في حضيرة الجزائر، ودائما حينما يتعلق الأمر بالفضائح كيعجبني نجيبها من عندهم هما، كيعجبني نجيبها من القنوات ديالهم، من الأبواق ديالهم، باش البصبعين بيلقى ما يقول. كما شاهدتم قال لك ودي وزيرة الثقافة ديال حضارة الجزائر وقعت اتفاقية مع شركة صينية اللي اعطتهم هبة من الصين. سمعوا مزيان، هبة من الصين، هادشي ماشي انا اللي قلته، رجعوا الفيديو وسمعوا. هبة من الصين باش شنو؟ باش شركة صينية تبني قصر للثقافة في حضارة الجزائر. قصر للثقافة أو مبنى الثقافة ما عرفوش يبنيوه هما، مشاو كيقلبوا على هبة من الصين باش تصيفط لهم شركة صينية هي اللي تبني لهم مبنى للثقافة، ومن بعد فاش يساليو هاد المبنى ديال الثقافة ويبنيوه تبني هاد الشركة الصينية ويجيبوا العمال الصينيين هما اللي غادي يبنيوه والمهندسين الصينيين هما اللي غادي يهندسوا وكل شيء من الصين، غادي يخرج البوصبع يقول لك شوف ها فوق الثقافة ديالنا والتراث ديالنا والمراركة كيسرقونا وكيديروا. هذا هو الواقع ديالك أيها البوصبعي، أنك ما قادرش على أنك تبني حتى مبنى للثقافة، ما قادرش تبنيه لأن ما عندكش ثقافة وما عندكش هوية وما عندكش أصل وما عندك حتى شي حاجة. لا شيء لك أيها البوصبعي غير الزلط والتفرعين، فقط لا غير شي حاجة من غير هادشي. الله يجيب وشي معروف طبيعة الحال على البوصبعيين على نظام حضارة الجزائر أنهم كيحاولوا يخنشلوا ما ليس لهم بالزلط والتفرعين. في نهاية المطاف كتخرجوا بشي فضيحة مثل هذه، كتسناو هبة من الصين باش تبني لكم دار للثقافة أو مبنى للثقافة أو لا قصر للثقافة، سميوها شنو ما بغيتوا، مبنى للثقافة. عباد الله ما قادرينش تبنيوها، دولة النفط والغاز والملايير ديال الدولارات وما عرف شنو تبنوا، قال لهم الجزائر هي الصين ديال إفريقيا. ما قادرينش تبنيو مبنى للثقافة، خصها تجيكم هبة من الصين وشركة صينية وعمال صينيين ومهندسين صينيين هو اللي يبنيو لكم هادشي، ومن بعد يخرج البوصبعي مسنطح، حنا عندنا الثقافة، حنا عندنا التراث، حنا عندنا ما عرف شنو، وكلشي مرقع، كلشي جاي من بلاصة اللي لا علاقة لها بالجزائر. وهذا دليل مجددا على ان ما عندهم لا هويه ولا اصل ولا تاريخ وما عارفين هادشي، على داكشي هما كيحاولوا يخنشلوا ويسرقوا ما ليس لهم ما لغيرهم، خصوصا التراث والهويه والثقافه ديال المغرب والمغاربه. وهذه المساله بطبيعه الحال شفنا فيها العديد والعديد والعديد من الفضائح اللي هي ما زالت مستمره، كيحاولوا انهم يخنشلوا الثقافه ديال المغرب والتراث والهويه ديال المغرب بطريقه غبيه وبائسه ومفضوحه تنقلب عليهم في نهايه المطاف. اما فاش كيجي الصح صحيح كنشوفوا فضيحه مثل الفضيحه اللي شفناها في بدايه الفيديو، هبه من الصين باش يبنيو مبنى للثقافه. بغيت نفهم الصينيين شنو غادي يديروا لكم، واش غادي يجيبوا لكم
سوشي ولا غادي يجيبوا لكم لا السوشي دي ديال اليابان وديال ماجاورا، واش غادي يجيبوا لكم الاكل الصيني ولا غادي يجيبوا لكم الثقافه الصينيه غادي يحطوها في هذا المبنى ديال التراث ولا شنو؟ شنو غادي يديروا لكم بالضبط هذه الشركه الصينيه؟ شنو غادي يدير لكم؟ انا باش تعرفوا بان ما عندكمش مبنى ديال الثقافه. بعدا خصو يبين الثقافه ديال البلد، الثقافه ديال الدوله، الثقافه ديال الامه ديال ذلك البلد. ثم ما عندكم والو. لو كانت عند بعدا عندكم شي ثقافه ولا شي هويه ولا شي حاجه، لو كنتوما بعدا اللي غادي تبنيو هذا المبنى، ماشي تستناو هبه من الصين. واش عرفتوا بعدا شنو هي هبه من الصين؟ هي صدقه، صدقه من الصين. الصين تصدقوا عليهم بهذه الشركه الصينيه اللي غادي تبني لهم هذا المبنى ديال الثقافه. شفتوا على فضيحه، شفتوا على كارثه. وبعد يجيك البوصبعي يقول لك حنا الزلوج ديالنا، ما عرفتش شنو ديالنا، القفطان ديالنا، بالزلط وتفرعين وما كيعرف يدير فيهم حتى شي حاجه. كتقول ليه الزليج كيفاش كيدير؟ يقول لك نطبعوا على التيشيرت. ما عمرني ما شفت انا الزليج كاين في التيشيرت. طابعين على 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 اقمصه وقال لك هذا هو الزليج ديالنا. ومشاو طبعوه على الباراسولات وطبعوه على دوك السيكان ديال النساء وطبعوه على ما عرفتش شنو، وقال لك هذا هو الزليج. ما فهميش اصلا الزليج شنو هو. دابا هادشي انا اللي كيسطين، ما فهميش الزليج شنو هو، فين كيدار، كيفاش كيتصاوب. مشاو طبعوا هذاك اللي دارت لهم اديداس، قال لك صافي هذا هو الزليج ديالنا صافي. لا حول ولا قوه الا بالله. وفاش كتناقشهم وكتبغي تجادل معاهم، ودي وريو لينا شي ورشه ديال الزليج عندكم. يلاه انتم كتقولوا الزليج ديالكم، وريو لينا شي ورشه عندكم في الجزائر. والو كيبدا يسبك ويعايرك ويشتمك وما الى ذلك من هذه الامور، والكلام المنحط والكلام القبيح. وانتم عارفين حضاره الجزائر كيفاش دايره. ففي نهايه المطاف هذا هو الواقع ديالهم. باش يديروا شي حاجه ديال الثقافه، مبنى ديال الثقافه، خصهم الصين تعطيهم هبه، صدقه. هذيك الصدقه عباره عن شركه صينيه غادي تبني لهم هذا المبنى ديال الثقافه، بعمال صينيين، بمهندسين صينيين، بكل شيء صيني. فحال داروا لهم هذاك المسجد ديال الجزائر، سميوه المسجد الاعظم بين قوسين، المسجد ديال بوتفليقه، اللي بغى زعما يقلد به المسجد ديال الحسن الثاني في الدار البيضاء. طبيعة الحال فرق مهول، فرق كبير جدا. مشاو جابوا عاوتاني الصينيين باش يبنيو لهم، ومشاو جابوا مغاربه اللي داروا لهم النقش على الجيب ومجموعه من الامور. ما عندكم والو نتوما، ما عندكم والو، ما عندكم حتى شي حاجه. وهذه المساله ما بغاتش تصرت لكم نتوما. هذه القضيه ديال ان ما عندكمش هويه وما عندكمش ثقافه وما عندكمش تراث، ما بغيتوش تقبلوها، ولكن غادي تقبلوها بزز منكم. راه واخا هاد المحاولات ديال السرقه والخنشله وكذا وكذا وكذا، راه الفضائح ديالكم بالجمله، الفضائح ديالكم بالجمله. واكبر فضيحه هو هاد الشركه الصينيه. مشاو جابوا شركه صينيه عباد الله باش تبني لهم مبنى للثقافه، وماشي تعاقدوا معاه هبه صدقه. فمتابعينا الكرام، خليوا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذه الفضيحه. اليس هذا دليل، اكبر دليل على أن هاد الزريبة فاقدة للهوية، فاقدة للتراث، فاقدة لكل شيء؟ أليس هذا دليل يا البصبعي على أن ما عندك لا هوية ولا حتى من يقوم ببناء قصر للثقافة ولا مبنى للثقافة؟ تعتمدون على عمال صينيين، وعلم الله شحال من مولود صيني جديد غادي تولد في الجزائر، وراكم عارفين علاش كنتكلم. أراكم في فيديو قادم.